الو الو ود قريا او خويا سمرت صباح كي داير صافا الحمد لله امدرا شنو تما راه مرونا عليك مخزر دخلوا حتى الباب داركم واي صافا غير دير صافا خويا قطع قطع كرهت حياتي قوم ليك مكرهتش نولي صحاب بيضا نعس غابة ما شفيت مع الخوت والوليد الخزن كيقلب بعيد كسبوا عليا في الجريدة العمسي صافي انا سنيد هرب ما بقالو تا فائدة جي صفار وصحتي مشات ديما مكالي فوق سطوح طافيت مشات صافيت جات ماغ الوالد الفتوخة خيمة ودان دموع بكات عيونها رجعت منفوخة ديل على رجلي رزقات مشلتا صبعي بصلوخة ابن سكران تا وليد ناسي راسي الى صحيح عيش هربان صني على خزيت وخا ماشي هكا تربيت وليت في الحومة مسلسل صغير وكبير معايا متبع من اللي يشوفوا المخزن داخل وانا كيفاش غادي نمنع شي كيقول علي عويط مشي نامر المقنع انا في التالت الكاسيطة ملعب الريف واللي كنبلع كنت مخطوف بحال الخطية اللي جابها سعيد بريد ديما متكي في القريب الشرطة من بعيد نوض في وسط بلادي الروعة ضواحي هي غدا وكتفيد طحت في شي مجموعة رد علي غادي زين شعاري الا كنت غادي يعني الاخير نديروه مكرهتش نتلاقى ديك القاضي قبل ما نظروف بيلو لصق في راسو احسن ماضي كلابو اللي يجي ويشيلوه كنت راسو منادي يا اولادي التفرع عندي حولوه وقيل نهاري جا من الليل مشيت جدات بالغمه يمكن غنتشكل ولا غادي يقتلوني هنا قالك لي خاف نجا وانا اونسي هاد الحكمه حيت المقبره جات ما كايلاش نتسنى جبدو عليا الفراده والسلطه كلها دارت بيا ما بقالي حتى شي حل من غير نتلحم فوق الصور اول فرطاسه جات سخنت العرق رجليا من اللي فيها الموت ما كايلاش نرجع للور خليت سلاحي بين يدي ودخلت نتيت في الحكومه ما بقيت عاقل على والو غير لقيت راسي في الكومه رجلي مشات في الجراح المناسي في حدي مركومه عاقه زائد مؤبد حاجه جلدي جا مردومه محيوا وهادي شحال تما تدفنوها هما يا ان كان هذا قضاء فاللهم الاعتراض حسبي الله.